أعلنت اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية توقيع 5 اتفاقيات جديدة لاكتشاف الغاز والبترول بقيمة 100 مليون دولار كحد أدنى و3 ملايين و700 ألف دولار منح لتوقيع 16 بئرا جديدا. وأوضح بيان لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول أن هذه الاتفاقيات جاءت نتيجة المزايدة العالمية الأخيرة التي طرحتها الشركة، مؤكدة أن هناك خطة طموحة تستهدف رفع معدلات توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمحافظات الصعيد لتصل إلى 193 ألف وحدة خلال العام المالي الحالي.